على الخصومات بالتحديد في برنامج الجنتل. الحنية الزايدة من السلطة العليا يعني علامة استفهام كبيرة جدا. القرارات اللي اتخذها أبو سلطان من ناحية الخصم ألف ألف ألف، يعني إذا الأسبوع الماضي على جبر 2000 وعلى علي بن هادي 2000 وعلى إرشيد 1000، ومع ذلك تجاوزوا بالراحة يعني بالريوس ولا عدوها. أيضا الأسبوع هذا الخصومات ما كانت متناسبة مع الفعل اللي يقدموا عليه الشباب. هذه يعني التذويبة اللي حصلت وهذه الحنية الزايدة يعني إشكالية بالنسبة لنا. أردنا أن نناقش الخصومات هذه، وما الذي دفع أبو سلطان يعني لهذه الخصومات. كنا نحترق 5000 7000 8000 10000 إبراهيم بدون حصانة، ولكن 1000 عوضوها ترى على فكرة في نوليج على تكلم على عوضها. أبو منصور، والله أولا تحية كبيرة لهذه الشخصية الجميلة والرائعة والمجدد في برامج الواقع أبو سلطان ترك الدوسري، يعني كان لها حضور جميل كعادته، يعني لا جديد، يعني حتى حضوره يضفي للنسخة ويرفع من رتم المشاهدات ومن رتم البرنامج. ولكن يعني كخصومات أتوقع يعني ولا أبغى أدخل في النوايا، أبو سلطان كأنه يستفزنا، كأن الموضوع استفزاز. يعني احنا علقنا على الموضوع الأول في الخصم، وطبعا هو في النهاية يعرف شغله، احنا ما ندري هل أبو سلطان خط أحمر عندنا حتى في برامج الواقع، حتى لو ما كان موجود هذا الخط احنا من نجعله، لأنه في النهاية هو يعني قائد لهذا البرنامج ولهذا الصرح. لكن الألف كان عليه علامة استفهام جدا، علامة استفهام كبيرة، يعني 2000 المرة الماضية وبعدها بساعتين عوضوا ولا كأن فيه أي يعني جزاء، ولا كنا ننتظر يعني. وحنا حطينا بعض المبررات إن المنظر اللي حصل هذا مو بالشاشة ولا هو بعشان حنا يعني نقاد، وحنا لا كمشهد يعني كان ناقص، يعني الشباب هذول كسروا المشاهد عنده يبي يكمل. وش صار؟ 1000 ريال 1000 نقطة شوي، وكنا نأمل يعني من أبو سلطان أنه يزيد، لكن في النهاية هذه وجهة نظرة. بالنسبة لأشوف الخصم اللي صار، أنا أعتقد أنه 1000 نقطة نتفق نختلف حولها. طيب. إذا 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 قسناها بالعقوبات في الدخوليات التركي الماضية، وقياسا بالأسباب اللي من خلالها حكم أو خصم أبو سلطان عليها، لكن مما يسعدني حقيقة واللي برد قلبي حقيقة فيها تركي خصومات 1500 والحرمان من حصانة جوجل على الشباب اللي هم عبد العزيز المغيري وأيمن وكذلك الثالث ما أذكر اسمه بالضبط اللي كانوا في فقرة المينيو وتغيبوا عنها، اللي هو أيمن أيمن وعبد العزيز وتركي 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 المغيري. سعد الطويل كان معه عذره، خصم عليهم 1500 مع حرمان من الحصانة. أنا أعتقد أن فقط حرمانهم من الحصانة في حال خروج، أنا أتوقع 1500 راح تدخلهم إبراهيم، لكن حرمانهم من الحصانة هذا بحد ذاته حيكون عقوبة رادعة لكل المتسابقين في حال تغيبوا عن الفقرات، وما أتوقع أن في أحد راح يغيب عن الفقرات. بس دقيقة، لا دقيقة، اليوم غابوا عن كوتش، ها؟ اليوم غابوا، أسحب كلامي، أنا أعتذر. 1500 ما تكفي، حرمان من الحصانة ما تكفي، 2000 ما تكفي، 3000 ما تكفي، استبعاد يمكن يكفي. واليوم غابوا عن الكوتش طارق، تأخروا عنه والله اليوم، إذا تدربوا معها 4 بس. هذه ما هي بخصومات، هذه سناك، هذه مرطبات، فاتورة فاتورة 1000، فاتورة جوال وفاتورة كهرب. طيب يا أبو هدال، أتوقف عند شو اسمه المنيو، عند المنيو ونتكلم عن محور المنيو.